بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهاردة هنتكلم عن المالتيجو، ودي مش أول مرة ولا آخر مرة، لسه في درسين كمان عن المالتيجو، عشان إحنا مش هنقدر نتكلم عن المالتيجو كلها في درس واحد. أول حاجة، المالتيجو دي أداة مشهورة وغنية عن التعريف. المالتيجو تعتبر منصة خاصة بالإنفورميشن جاذرينج. ممكن نقول ان هي بتتصل باكتر من موقع خاص بالانفورميشن جاذرنج عشان تطلع المعلومات دي. طيب، هل المالتيجو اقدر اكتفي بيها؟ لا، المالتيجو بتطلع لك بيانات كتير وانفورميشن كتير جدا، ولكن مش كافيه، يعني لازم تستخدم معاها ادوات تانية. يعني ممكن تطلع لك المالتيجو حاجه وتلاقي ادوات تانية بتطلع لك حاجه تانية، فلازم يكون عندك بدائل. لكن هي لوحدها بتقدر تعمل حاجات كتير جدا، او تقدر تعمل مالتي جاذرنج انفورميشن، يعني ايه؟ متعدده، يعني ما بتركزش على حاجه واحده لكن ليها اكتر من فيتشر تقدر تستخدمها. طب هي بتعمل ايه بالظبط الاداه دي؟ الاداه دي والله بيقول لك ممكن تعمل جاذرنج انفورميشن عن بيبل او جروب اوف بيبل، جماعه يعني. ممكن تعمل انفورميشن عن كومبانيز اورجانيزيشن ويب سايتس، ده بالنسبه لايه؟ للسوشيال. في عندك هنا برضو ممكن تعمل جذر انفورميشن، لو انت بالنسبه للجزء الخاص بالانفراستراكشر ممكن تعمل جذر انفورميشن عن دومينز، عن الدي ان اس نيمز، عن النت بلوكس، الاي بي ادريسز. كمان ممكن تشوف الدوكيومنتس اند فايلز، لو في عندك ملفات او دوكيومنتس عاوز تعمل عليها جذر انفورميشن ممكن تستخدم. طبعا بيقول لك ان الاداه دي بتشتغل على السيستم بتاعك، بتحتاج انك تستخدم الجافا عشان تعمل لها ران، ممكن تشتغل على الماك وعلى لينكس عادي ويندوز. كمان ان انت ممكن تستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس، واكيد لازم تعمل اكونت على الحساب بتاعهم الكوميونتي، لان في عندك كوميونتي اديشن بتخش على المالتيجو سي اي وتعمل حساب عشان تقدر تستخدم الاداه. يعني قبل ما حتى تنزل الاداه تعمل حساب كوميونتي اديشن. وقال لك هنا ان هو بيستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس، ده بالنسبه للدوكيومنتيشن بتاعها. طيب، طبعا مش هتلاقي الموضوع جاهز كده، انا طبعا فتحتها لانها بتاخد وقت طويل جدا ما بتشتغل عندي على الجزء الخاص بالفيم وير يعني، فانا فتحتها عشان ايه؟ اختصر الوقت. طبعا احنا هيبقى لنا دروس ليها، هناخد كل جزء من الاجزاء اللي انت شايفها هنا دي، تمام؟ بس هبدا اسيب اجزاء، يعني هاخد اجزاء حسب ما انا احب، الاسهل في التعامل في الاصعب، عشان بس افهمك احنا عاوزين نعمل ايه. والغرض الاساسي ان انا اقول لك ان الاداه دي هي اقوى حاجه فيها هي عمليه الترابط، الريليشن في عمليه جذر انفورميشن. لو انت ما فهمتش موضوع الترابط ده احسن لك ما تفتحش الاداه اصلا ولا تستخدمها، لان في ناس بتبقى بتفهم في مجال امن المعلومات وقويه جدا وبتستخدم اداه غلط، يفتح لك جراف ويشتغل على اكتر من تارجت جي في الجراف ده. اما الهواه برضه بتلاقيهم بيعملوا نفس الحكايه واقل عن كمان، يعني ممكن يدخل ويفتح الاداه يشتغل على 30 تارجت جوه الجراف الواحد، وده غلط. طيب، النهارده هناخد بعض الفيتشرز دي، والمره الجايه نشوف الفيتشرز اللي ايه بعدها. طبعا مش هقدر اشمل الكلام ده كله. انا هتكلم النهارده على مين؟ على الدي ان اس نيم، وهتكلم عن الدومين، وهتكلم كمان عن الام اكس ريكورد. طيب، لو انا قلت له لو سمحت انا عاوز الدي ان اس نيم، زي ما انت شايف هو مديني هنا دومين نيم سيرفر من عنده. انا المفروض مجرد ما عملت جراف اشتغل عليه. طب واحد يقول لي انت داخل حامل ايه كده يا عم؟ ما تقول لي انت عملت الجراف ده ازاي؟ اقول لك والله انا اتكلمت عن الاداه دي اكتر من مره في السي اتش ومشروع ازاي بتعمل الجراف. هقول لك والله اول ما بتسجل على الموقع، تمام، بيقول لك والله دخل لي الميل والباسورد. بعد ما تدخل الميل والباسورد خلاص بيفتح لك كده، تقول له والله انا عاوز اعمل جراف جديد، تقوم ضاغط هنا كده اهو زي ما انت شايف فتح لك جراف اهو يا عم، وقال لك جراف 2 لان انا كنت فاتح جراف 1 وقفلته، وبيطلع لك الفيتشرز دي. بسحب انا عاوز اعمل جذر انفورميشن على ايه؟ قال لك الدومين نيم سيستم سيرفر نيم. هقول له والله اسحبه لي، نضغط عليه الاول ونسحبه اهو، تمام زي ما انت شايف. هقوم ضغط عليه ضغطتين عشان اعدل في الفيتشرز بتاعتي. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ده الايه الدومين اللي هتشتغل عليه، لكن انا لازم اثبت لنفسي تارجت. الله، يعني ايه؟ يعني الجراف الواحد لازم يبقى ليه تارجت واحد. تاني، الجراف الواحد لازم يبقى ليه تارجت واحد. انت فاتح جراف يبقى تشتغل على تارجت واحد، ما تشتغليش على جوجل وفيسبوك مع بعض، ما تشتغليش على تارجت اتنين تارجت مع بعض، ده غلط.
انت كده فقدت قدره الاداه الاساسيه اللي هي عمليه الريشن، ضيعت ميزه من مزايا الاداه. فانا اقوم قايل له هنا كده والله انا هشتغل على الاكونتس، والاكونتس على فكره ده دومين من الدومينز الخاصه بجوجل، اقول له دوت جوجل دوت كوم. على ما اعتقد ان الدومين ده في باحث امني قدر يكتشف فيه ثغره كروس سايت سكريبتنج، وجوجل كفئته ب 30 من 13000 و حاجه دولار، بتهيألي تقريبا 13 حاجه 13000 وحاجه دولار تقريبا. التويته دي انا شفتها على تويتر، مش عارف هي صح ولا لا، ولكن ده اللي انا شفته من قيمه تقريبا يومين بالظبط. فعاوزين تاكدوا من الخبر، تاكدوا عادي، بس الدومين ده كان فيه حاجه تقريبا قريب ان في ثغره او كان في فرنابيلتي يعني، وحد قدر يكتشف الفرنابيلتي دي. المهم هبدا اقول ايه، اوكي كده انا غيرت عندي الاكونتس بتاعتي. هنعمل هنا ايه، كليك يمين. انا عاوز اشوف الاول حاجه خالص الاي بي ادرس بتاعي، هقول له والله هات الاي بي ادرس بتاع الدومين نيم سيرفر بتاعي كده وريهولي لو سمحت. وريني ايه، لو سمحت وريهولي زي ما انت شايف، وراني ايه الاي بي ادرس، ده الاي بي ادرس بتاعي. طيب هبدا اقول له كليك يمين تاني ووريني الدومين، الدومين الخاص بالدي ان اس. هيقول لي والله عندك اتنين، الجوجل والاكونتس اهو زي ما انت شايف. صغر شويه بس بالعجله بتاعتي بالماوس. قال لي هنا عندك الاكونتس وعندك الجوجل اهو. طيب هقول له والله ابعت لي كويري على بورت 80 عشان نشوف الويب سايت اللي شغال عليه، اعمل لي كويري كده. زي ما انت شايف قال لي www.accounts.com او accounts.google.com. طيب هدخل على الام اكس ريكورد على طول، هسحب لي طبعا قلت لكم هنا بيبقى بطيء شويه لان انت شغال على جرافيكال، وهنا الرام بتاعتي نام اديله تقريبا 2 جيجا. طبعا ده مش كافي انه يشغل النظام بالاداه دي، تقيله شويه، بس هبقى تاني. تمام بضغط كليك يمين او ضغطتين عشان تدخل على الاعدادات بتاعتك. بغير هنا طبعا ام اكس ريكورد يعني ميل سيرفر، تمام. فاقول له هنا ميل دوت جوجل لان شغال على تارجت واحد زي ما قلت لكم، اهم حاجه يبقى الجراف في تارجت واحد يا جماعه. اقول له دوت كوم، اوكي. شوف بقى لما اقول له كليك يمين هنا كده واقول له هات لي الدومين بتاعك، شوف هيشاور فين، جاب لي سهم وشاور لي على هنا الجوجل. الله، يعني ايه؟ شايف الترابط؟ لو انا كنت حاطط ده فيسبوك كان هيشاور فين؟ ما كانش هيشاور في اي حته، لكن هنا عمال الترابط ما بين ده وده. شوف لو انا غيرت الشكل، شوف عمله ازاي، شايف الشكل. شوف لو انا قمت ضغطت له هنا كليك يمين وقلت له بعت لي ريكويست، جميل قوي. لو ما طلعلكش حاجه خلاص نعمل هنا كليك يمين كده يبقى مفيش عنده اصلا ويب سايت. طيب تعالوا نشوف الاي بي ادرس، برضه تقريبا مش هيطلع حاجه. طيب نعمل كليك يمين، خلاص انا شفت الدومين، شفت الدومين. تعالى هنا دومين تو شير ذس، الدومين اللي بتشاركه. طيب ما طلع ليش حاجه، جميل جدا، يعني انا ما اقدرش اطلع معلومات كتير جدا عن الدومين ده، كويس جدا. طيب في عندك برضو حاجات كتير بس انا مش هتطرق للكلام ده كله، هناخد تلات حاجات في كل درس، هو فاضل درسين كمان مع الدرس ده. هتكلم عن الدومين اللي بيقولوا ان انترنت دومين، لو انت عاوز تعمل بقى جزر انفورميشن عن الدومين كامل. شايف
انا حاطط هنا دومين اهو، هقوم رايح على الدومين ده كده، ضغط عليه ضغطتين، وقول له ان انا هشتغل على جوجل. اوكي، لاحظوا ان انا شغال على نفس التارجت. شوف لما اضغط كليك يمين بقى، شوف لما اقول له مثلا اديني ال DNS name بس using DB، وريني كده هتعمل ايه. شايف؟ طلع لي. وشايف راح شاور فين؟ اكيد شاور لي على، اصل انا مصغر شويه، على الدومين اللي انا كنت مستخدمه، اكيد شاور لي ما بين الجراف التاني. بس لو ما شاورليش في الجراف التاني، يبقى انا هنا اكملني عامل جزر انفورميشن بشكل كامل عن جميع الدي ان اس، فايه ما شاورليش على الجراف التاني. تمام اهو، انا ممكن اصغر قوي كده، يعني ممكن اصغر او كده وتشاور هنا براحتك وتشوف. تمام، بس هناك مني بس العملية مش سريعة قوي. تعال نعمل كليك يمين. طبعا الدومين ما طلعوش، بالك انت لو طلع الدومين بتاع الاكونتس في وسط النتائج دي كان شاور على اللي هناك. هو تقريبا هنا ما فيش ولا اي دومين مكتوب عليه اكونتس. تمام، لو كان طلع دومين الاكونتس او سب دومين الاكونتس كان زمانه شاور لي هنا، بس هو ما شاورليش، يبقى هو ما عرفش يطلعه في وسط النتائج دي. طيب دي بالنسبه للدومينز يعني. تاني نعمل كليك يمين تاني. هنا ايه ال ام اكس ميل سيرفر. تعالوا كده نشوف هل في ام اكس ميل سيرفر هيشاور لي هناك ولا لا. طبعا هيطلع نتائج اكتر، ما شاورليش برضه، يبقى هو ما طلعش ايميل دوت جوجل دوت كوم، اكيد طلع نتائج تانية. تمام، ما طلعوش، طلع نتائج تانية خالص. اهم حاجة برضو زي ما قلت لكم تستخدموا جراف واحد مع تارجت واحد. جميل، نضغط كليك يمين هنا تاني واقول له طلع لي الزون ترانسفير. تقريبا الجوجل ما بيسمحش ان حد يقدر يحصل على الزون ترانسفير. جربنا قبل كده بادوات كتير. نقفل بس الجزئيه دي عشان يبقى العمليه مفتوحه معانا. تمام، ما حصلش حاجه. نغير بس الشكل، نضغط كده بحيث ان هو الموضوع متجمع معانا. جميل جدا، زي ما انتوا شايفين هنا في ترابط، بس ما طلعليش اي واحد من دول. لو كان طلع لي اكونت جوجل دوت كوم كان شاور لي عليه هنا على طول، ما طلعهوليش. طيب كليك يمين تاني على الجوجل، نجرب بقية الفيتشرز. هنا الدي ان اس يوزنج الدي بي، تقريبا احنا عملنا الكلام ده فوق. تعالوا نشوف الايميل ادرس عن طريق اللي هو از. الله، شوف شاور فين، يا سلام، ده شاور لي هنا على الجوجل، ده الدومين. طيب تعالوا نعمل هنا كليك يمين. شايف الترابط ده اللي انا بقول عليه، ترابط في استخدام الأداة. تعال هنا ايميلز الدومين، دور على ايميلز تشتغل على الدومين ده. طبعا فيتشرز كتير، جرب زي ما تجرب بقى ومع نفسك على الأداة. والله انا ممكن ما اقولش عليها أداة، انا ممكن اقول عليها بروجكت، لان هي بتستخدم اكتر من بروجكت. زي ما انت شايف دي ايه، ايميل، زي شايف اهو، لو كبرت شوية
اهو دي عبارة عن ايه؟ accounts مرتبطة بالجوجل. كبر كمان شوية اهو، شايف كورنيا وايانت ومش عارف ايه. طيب انا بصغر بس عشان يا جماعة نشوف، لان لو كبرت مش هنشوف الجراف كله بشكل كامل. هو كده كويس اوي يعني. تمام، نضغط كليك يمين كمان ونشوف فيتشرز تانية. هنا برضو شفنا مجموعة من الايميلز، ممكن تستخدم سيرش انجن يعني دور لك في محرك بحث. تمام، جرب انت بقى. هنا في عندك ويب سايت الكويك لوك اب، تشوف الموقع يعني، وممكن تعمل كمان تشوف الدي ان اس يوزنج سيرش انجن براحتك. وهنا البيرسون البي جي بي، هنا بيقول لك ان الترانسفورم كونتاكس بابليك بي جي بي، تشوف المعلومات تاني اللي هو الكي سيرفر اند ريتيرن ذا ايه ذا بيرسون ان تايتس الايميل. طب تعالى نستخدم ده كده، ممكن اقوله هنا اقول ايه ترانسفورمز واخليه يجمع لي كل حاجه على بعضها. تمام، طلع لي كل حاجه يعني ايه. طيب تعالوا نشوف ايه، نشوف ايه تاني. تعال نستخدم اللي احنا كنا مستخدمينها البيرسونال دي، شوف او البريزون. طيب طلع ليش انفورميشن ولا حاجه، نشوف حاجه تانية. ال ان اس نيم سيرفر معروف، الاربعه بتوع جوجل هيطلعهم لي. جميل جدا، فعلا هم اربعه هم. طيب نقعد كليك يمين تاني ونشوف فيتشرز جديده. شايف الترابط في الاداه، انا شغال على ويب سايت واحد ماشي. هنا بيقول لك الاس او اي اللي هو ستارت اوف اثورتي ماشي، اي اكسبت ريمبر ران. طلع لي نتائج ماشي. نعمل هنا كليك يمين تاني، find other TLDs. طيب ممكن نشوف الفيتشرز دي برضو عشان ننهي الدرس، لان عندنا فيتشرز كتير جدا ممكن تستخدمها. تمام، مطلع ليش؟ طلع لي هنا، طلع لي. تعال نكبر شوية بقى. اللي هو الايه الفيرجن. طيب ودي الاكونتس، وده يعتبر ان اس سيرفر وده دومين سيرفر. تمام، طلعنا فوق شوية زي ما انت شايف، كمية ترابط رهيبة. ده غير اللي هو شاور لي على الدومين هناك في الجراف التاني، شايف شاور لي مرتين اهو، شايف راح شاور لي مرتين هناك، غير ان هنا مشاور لي على الدومين هنا، والدومين هنا مشاور لي على الميل دوت جوجل دوت كوم. شايف الترابط، ترابط جميل جدا ما بين الشغل بتاعنا. احنا اتكلمنا عن الام اكس ريكورد، اتكلمنا عن الاكونتس او اللي بنقول عليه الدي ان اس ريكورد لو هتشتغل عليه لوحده، ممكن تستخدم الدومين وتبدا تعمل جازر انفورميشن عن كل المعلومات دي، وبرضه هيحصل ترابط لو انت شغال على نفس التارجت. فاعتقد ان درس النهارده عجبكم، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. المره الجايه هنتكلم عن فيتشرز جديده في اداه المالتيجو او منصه المالتيجو، ولو ما فهمتش حاجه ممكن تكتب في التعليقات، عمليه سهله جدا يا جماعه ومش صعبه. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا ليكم. كان معاكم عبد الله السكري.